معايا شغل نحاس هاند ميد، انا اللي عاملاه. الله يسهلك. العب يا ابني، ده انتوا هتتقطعوا انتوا الجوز. لا انا مش بشحت على فكره. انا اسف مش قصدي. وما شاء الله شغل حضرتك كويس. بس الحاجات دي مش من اهتماماتي. الله، ده شغل يدوي. انا اللي بكفت بنفسي. وبتلف على هوي. بكام دي؟ 150. طب ناخد بقى 2 من دول. اتفضل. اتفضلي، اشكرك، تسلم ايدك. الله يبارك لك يا بنتي. متشكرة قوي. متشكرة. فريدة. ايه؟ كل سنة وانت طيبة. ايه شغالة؟ الله، حلو قوي. بس انا لسه عيد ميلادي بكره. ما انا حبيت اكون اول واحد يقول لي كل سنه وانت طيبه. ما تقلقش، محدش هيفتكر عيد ميلادي غيرك. وليه بقى النكد ده؟ عامه انا سبقت الناس كلها، وسبقتك انت كمان. ربنا يخليك ليا يا عمر. واحنا مش صحاب ولا ايه؟ لا مش صحاب. امال ايه؟ انت اكتر حد قريب مني في الدنيا دي، واكتر حد بيستحملني وانا في اسوأ حالاتي. على فكره انت تستاهلي اكتر من كده كمان. يا ريتك اخويا بجد. اخوكي؟ ما انا اخوكي. ايه ضايقتك اخويا؟ لا ما انا ضايق ليه يعني؟ ما انا اخوكي. لا ضايقتك عشان انت عمرك فعلا شفتني اختك. بعدين يعني يا عمر، ما هو باين في عينك انك بتحبني. لا ايه اللي باين؟ مفيش حاجه باينه. ايه اللي باين؟ مفيش حاجه. طب انا مش باين في عينيا اي حاجه؟ باين ان العصير مش عاجبك. ما فطرتيش الصبح؟ هتقول بقى واخلص. بحبك. ايه؟ لا ما انا مش هقول تاني. حبيبي تسلم. تسلم؟ هات الهدية. لا هات الهدية. انا داخل الحمام. مساء الخير. انا بعمل شغل نحاس هاند ميد. وده بقى شغل شحاته جديد؟ لا انا مش بشحت، انا اللي بعمل الشغل ده بايدي وببيعه. على فكره الشحاتين اللي بيقفوا في الاشارات وبيعوا مناديل بيقولوا نفس الكلام. انا اسفه. من فضلك استني هنا لو سمحت. ايوه يا فندم. انا مش قاعده في قهوه بلدي عشان الاقي الشحاته داخل عليا وتتمسكن لي. ليه الكلام ده كله؟ ما انا قلت لك انا اسفه ومشيت وسبتك. روحي شحاتي في اي جامع ولا اقفي قدام الحصين ولا اعملي اي حاجه بعيد عن هنا. لا كتير قوي اللي انت بتعمليه ده. خلاص 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 يا فندم، ممكن تفضلي معايا. خلاص انا هتفضل، انا مش عايزه اقعد هنا اساسا. عمر يلا ادفع تشيك ونمشي من هنا.